اسم التجربة: أشكال الظل، Shapes of Shadow. الهدف من التجربة: التعرف إلى تكون أشكال الظل. عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة: عدم تسليط الأشعة الضوئية على العين مباشرة. أدوات التجربة: مصباح يدوي كهربائي، مشط ذو أسنان مستقيمة. خطوات إجراء التجربة: نسلط ضوء المصباح على المشط بحيث يكون اتجاه الضوء عموديا على أسنان المشط، فنلاحظ تكون ظل يشبه أسنان المشط نفسها على الورقة. نقلب المشط بحيث يكون اتجاه أسنانه باتجاه ضوء المصباح، فنلاحظ تغير شكل الظل إلى خط يمثل اتجاه أسنان المشط. نلفه مرة أخرى ليصبح اتجاه الضوء عموديا على أسنان المشط، فنلاحظ تكون ظل يشبه أسنان المشط نفسها على الورقة. النتائج: يعتمد شكل الظل بالدرجة الأولى على موضع الجسم المعتم بالنسبة إلى مصدر الضوء، حيث يتحرك الظل بصورة دائرية للجسم طالما يتحرك الجسم بصورة دائرية، مثلما يحدث لدوران الأرض حول محورها.